متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة الرئيسية للمملكة، التي نبدأها دائما بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي أشارت وتشير إلى تدفق بعض السحب والغيوم المتفرقة في المناطق الوسطى والشرقية، التي كانت وما زالت مصحوبة ببعض من الزخات المحلية الخفيفة من الأمطار إما في المنطقة الوسطى أو أجزاء من المناطق الشرقية من المملكة. توقعات المعالجة الحاسوبية للأمطار خلال تقريبا 48 ساعة القادمة تتحدث بأن هناك استمرار لبقاء فرص بعض الأمطار الخفيفة أحيانا في العاصمة الرياض، ولكن مع ساعات فجر الأحد تتهيأ الفرص أكثر كلما اتجهنا شمالا باتجاه أيضا القصيم. بعيد يوم غدا تكون الفرص مهيئة لأن تشهد منطقة القصيم إجمالا هطولا للأمطار خلال ساعات النهار. بعض من هذه الزخات ربما تكون رعدية أحيانا، ومع ساعات مساء وعصر يوم الأحد تمتد فرص الأمطار لأجزاء من منطقة حائل بمشيئة الله تعالى. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أيضا فرص الأمطار بها واردة بشكل عام، سواء ساعات مساء يوم غد الأحد أو حتى يوم الاثنين ربما تطال بها بعض الأمطار، كما نلاحظ يوم الاثنين فرص لبعض الأمطار حتى تصل شمالا إلى المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة. ومع ساعات صباح يوم الثلاثاء هناك فرصة لأن تطال بعض الزخات المطرية مناطق ساحلية من ساحل القنفذة وساحل الليث في مناطق جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى. لكن نعود للأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء تكون يعني غالبا هناك احتمال لأمطار خفيفة غير مؤثرة، درجة حرارة الصورة 12 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء باردة بشكل عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها شمالا من سكاكا 19.7، عرعر 17.6، وفي تبوك 21 إلى 7 درجات مئوية، مكة المكرمة 32 إلى 20، المدينة المنورة 26-18، جدة من 33 إلى 19، وفي الطائف من 22 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية جازان 30-25، أبها 21-10، وفي الباحة من 19 إلى 10 درجات مئوية. في الإحساء شرقا 22-10، الدمام 23-12، وفي حفر الباطن من 18 إلى 9 درجات مئوية. ختام هذه الجولة يكون في المناطق الوسطى. العاصمة الرياض تبقى فرصة الأمطار ضعيفة وخفيفة غدا 20 إلى 11 درجة مئوية. في القصيم هناك فرص جيدة للأمطار غدا كما تحدثنا من 18 إلى 13، وفي حائل من 17 إلى 8 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية ثلاثة أيام القادمة تكون على نحو التالي. في العاصمة الرياض من 20 إلى 22 ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، لكن يقابل درجات الحرارة منخفضة ليلا بحدود 11 درجة مئوية، والأجواء باردة بشكل واضح في ساعات الليل. إذا هذا كان لكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم بخير، إلى اللقاء.